الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى المواني الإسرائيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين اليوم الثلاثاء استهداف سفينة زغرافيا كانت متجهة إلى المواني الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان إن القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة زغرافيا التي كانت متجهة إلى مواني فلسطين المحتلة، وأضاف إن العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابات مباشرة. وأوضح إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية. وأكد المتحدث إن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار التضامن العملي مع فلسطين. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت الاثنين استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. وأكد أن كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهداف معادية ضمن بنك أهداف قواتهم. كما أكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محال، أي أن الاعتداء جديد لن يبقى دون رد أو عقاب. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.